أنا لست من طلاب السياحة في الأرض ولا أبداً، إن خرجت أنا أخرج فقط للمكتبات أشتري كتباً، لا أذهب لأتسوح ولا أتفسح. أنا حياتي كلها منذ نعومة الأظفار وأنا دون العاشرة في العلم وبين بطون الكتب. أنا لم أولد هكذا ولادة إعجازية بعد 30 أو 40 وأصبحت مثلاً من أهل العلم، لا لا لا، أنا حياتي كلها في بطون العلم والأسفار بفضل الله تبارك وتعالى.